يمكنني أخيراً مشاهدة التلفزيون بسلام. تبقى فقط تزيين التحلية الرائعة لدينا. تادام. أها، تبدو لذيذة جداً. انتظروا دقيقة. دوري، مرحباً بالمشاهدين. حسناً. الحركة الأخيرة، والتفاحة تبدو حقيقية. واو، حقاً هذا جيد. هاي، هذا برنامجي. لا يا بن، الجمهور يريد الحلوى. لا، إنهم يريدون لوحاتي. يا رفاق، أنتم تجعلونني أشعر بالدوار. حان الوقت لتغيير القناة. ماذا يحدث؟ إلى أين؟ البطيخ تبدو حقيقية، وماذا نفعل بها؟ الأمر بسيط، اصنعوا سمكة قرش من البطيخ. قرش؟ أها، سأترك الرسمة هنا والوقت يبدأ الآن. سمكة قرش إذن؟ طهية مثلي، تستطيع التعامل معها. هذه أدواتي. واو، يا لها من مجموعة. ارفع يديك، هذه أدواتي. لذا أولا نحدد أماكن الفم والعينين. رائع، الآن حان وقت السكين. نقطع الزوائد، والآن ننتقل إلى عمل أكثر دقة. أقطع حفرة ضخمة. الآن الأسنان الحادة. هنا نزيل القشر لجعله يبدو جميلاً. حسناً، لنزيل القشرة كلها، لماذا نضيع الوقت؟ تبدو مشابهة الآن. الآن أفرغ اللب بملعقة خاصة. بالطبع لا يمكن ترك سمكة القرش بدون عيون. تبدو جيدة. وأنت ماذا تنتظر؟ واو، صنعت سمكة قرش حقيقية. حسناً، علي القيام بعمل أفضل. سأخذ سكيناً وأزيل كل شيء غير ضروري، وسأصنع لسمكة القرش فماً كبيراً. وبالطبع أسنان حادة جداً. نزيل اللب، حتى الملعقة ليست ضرورية. والآن نصنع العيون. واو، ومن هذه القشرة سأصنع زعنفة ممتازة. يا لها من سمكة قرش. أمسكت يدي. أنا فقط أمزح، إنها ليست حقيقية، يدي بخير. سأضع اللب في الداخل حتى يتم تناوله لاحقاً. كم هذا لذيذ. انتهى الوقت، أظهروا أسماك القرش خاصتكم. بين، أنت الأول. نعم، تحققي من خاصتي. لا أعرف، لا يبدو ممتاز. ماذا عنك يا ماري؟ ها هي، عمل المحترفون. واو، إنه كالحقيقي. ماري، أنت عبقرية. لست مستغربة أبداً. آسفة بين، سمكتك خسرت. لكنها تعجبني. واو، العديد من الحلويات المختلفة، أحبهم فعلاً. حسناً، ماذا سنرسم هذه المرة؟ هذه المرة أريد هذا اليونيكورن اللطيف. هل يمكنكم تولي الأمر؟ لقد بدأ الوقت. طبعاً، للبداية باستخدام أدوات خاصة أفكك طبقات هذه الكعكة. هكذا. الطبقة التالية سأقطعها إلى قطع صغيرة. والآن هيكل اليونيكورن جاهز. الآن أنا بحاجة إلى عجينة الميستيكا. علي تمديدها هكذا، ودعونا نغطي كعكتنا بها. وقطعة أخرى. أنا أهتم بكل التفاصيل. أي تفاصيل؟ الآن سأريك. أحتاج إلى عيون مرميلادية وعصي حلوة. نلصق الأعين هنا.
والعصي هناك. جميل. أوي، تسقط العيون. لا مشكلة، سأصلحها. حان الوقت الآن للأسنان. إنها كابتسامة هوليود. ومن هذا سأصنع القرن. مذهل. يا له من يونيكورن وسيم حصلت عليه. واو، ما الذي تفعله ماري هناك؟ كم هو ضخم. اليونيكورن الحقيقي يجب أن يكون له بدلة، وبالطبع لن يغادر المنزل بدون الدونات. نضع الرموش لجعله أكثر رقة. هناك شيء مفقود. ما هذا الوحش لدى بن؟ بالضبط، إنه القرن. سأصنعه من عجين الحلويات. سألفها في جديلة وألونها بصبغة ذهبية. واو، يا له من قرن حقيقي. مذهل. اللمسة الأخيرة، آذان لطيفة. خلاب. الساعة تدق. حسناً، حان الوقت لإظهار نتيجتكم. بين أنت أولاً. نعم، انظري، ها هو اليونيكورن. فظيع. بين، أبعد هذا الوحش عني. ميري، ولدي واحد القرن حقيقي هنا، فقط انظري. أليس هو الكمال في حد ذاته؟ واو، لطيف جدا. لا يمكن مقاومته يا ميري، أنت الأفضل. ماذا فعلا؟ حقا، فقط أمزح، كان ذلك واضحا. الشخصية الكرتونية المفضلة لدي هي التالية. اصنعوا لي سبونج بوب. لقد بدأ الوقت. لا شيء أسهل. هذا الخبز المحمص هو بالفعل على شكل سبونج بوب. حسناً، أنا أحب الخبز المحمص. هذه المرة سأنجح بالتأكيد. فقط علي تحميص الخبز. كم أنت مبتدئ؟ أما أنا سأستخدم المحمصة. أقوم بتثبيت الخبز وأنتظر فقط. سهل. لست بحاجة إلى محمصة الخبز. الأفضل أن أخذ الجبن وأصنع حفنة من الثقوب فيها، ثم أضعها على الخبز وأضيف فماً من النقانق، وأصنع سروال من فتات الخبز، وننهي البدلة بالمايونيز، ولا ننسى الأسنان والأنف من الجبن، ربطة العنق من الكاتشب، والعيون أخيراً. إنه كالحقيقي. ما هذه الرائحة؟ ما هذا؟ محمصة غبية، أعطني خبزي. لا، إنهم مثل الفحم الأسود. حسناً، ماري تستطيع حل الموضوع. سأخذ فقط زبدة الفول السوداني وأدهنها على الخبز. ومن الشوكولاتة سأصنع السروال والابتسامة. القميص سيكون من الشوكولاتة البيضاء. أسنان، وطبعاً العيون من العنب البري. الذراعين والساقين من الخبز، وربطة عنق صغيرة من المارميلاد. حسناً، انتهيت. انتهى الوقت، ماري تفضلي. بالطبع، انظري، أليس رائع؟ ماذا حدث؟ لا، لقد سقط على الطاولة. أحتاج إلى إصلاحه. ها هو السبونج بوب. آسفة ماري، ليس هذه المرة. بن؟ نعم، عملي يبدو رائع هذه المرة. فعلاً بن، لقد فزت هذه المرة. نعم نعم، أنا الأفضل. الآن أريد قطة. أسرعوا، الوقت يمر بسرعة. قطة، أستطيع رسمها. الآن سأرسم قطة مذهلة. لكن يا بن، أعتقد أنك نسيت أمر الزيت.
لكي لا ينحرق شيء يجب دهن الزبدة على السطح. الآن يمكن الرسم بالعجين. سأبدأ بالمخطط. الآن سأستخدم الألوان. أوبا أوبس. نعم بن، أنت بالتأكيد لست محترف. أين العجين؟ أوه هي. أوه أعتقد أنه يمكنني إطفاء موقد ماري لتعرف كيف تضحك علي. الجريمة المثالية. خاف يا ماري. حسنا سأستمر بالعمل. سأرسم قوس قزح للقط. والآن العيون. بضع بقع على الجسم. والآن نلون الوجه والكفوف والجسم. وبالطبع نملأ مسار قوس قزح. لدينا كل الألوان. إذن سأحتاج بعد ذلك إلى هذا اللون. سألون قطتي بألوان النمر. أوه نعم، ما مدى روعتها؟ لقد أوشكت على الانتهاء، فقط سأقلب فطيرتي. واو، أفضل مما كنت أعتقد. يا لها من سعادة. بماذا أنت سعيد؟ الآن سترى فطيرتي. ماذا؟ العجينة السائلة؟ الآن هي كسائل منسكب فقط. يا رفاق انتهى الوقت، لنبدأ مع ماري. آسفة روز، فطيرتي لم تخبز. ماري، إذا ليس هذه المرة. بن، ها هي قطتي رائدة فضاء. أها يا له من جمال. بن، في هذه الجولة تفوز أنت. فطيرتي هي الأفضل. هزمتك يا ماري. هل أعجبكم تحدينا؟ إذن ضعوا اشتراك وأعجاب حتى لا تفوتوا تحدياتنا الممتعة والمسلية. ابقوا معنا دائما. أراكم قريبا وإلى اللقاء.